والمزيد من المتابعة والتحليل أيضا في هذه القمة. معنا وينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني ماذا عن هذا المحفل الروسي الإفريقي، وما الذي يضيفه في هذا الوقت الراهن الذي تعاني الكثير من الدول الإفريقية من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والعديد من التداعيات الأخرى؟ نعم أستاذة دين، تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن القمة الإفريقية الروسية هي نتاج الرؤية المصرية في إدارة وإعادة رسم هندسة علاقات إفريقيا بالعالم الخارجي والقوى الكبرى في النظام الدولي، ومنها روسيا، تقوم على تعزيز التمكين الاقتصادي والتنمية في القارة الإفريقية، حشد دعم هذه الدول وبالذات روسيا، والاستفادة من المزايا النسبية لديها الاقتصادية والسياسية في دعم التنمية في إفريقيا في مواجهة التحديات المختلفة. وأعتقد أن هذه القمة التي تم تدشين القمة الأولى منها في 2019 تحت رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي بدأت تؤتي مخرجاتها وثمارها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما بين روسيا والقارة الإفريقية من ناحية. أيضا القمة الثانية تنعقد وسط توقيت مهم متعلق بتداعيات أزمة الغذاء العالمي ومفهوم تأثر الأمن الغذاء الإفريقي بتأثيرات سلبية نتيجة توقف اتفاق الحبوب وتصدير الحبوب الأوكرانية. نعلم أن إفريقيا هي من الدول المستوردة بشكل كبير للحبوب خاصة من روسيا وأوكرانيا، ولذلك جاءت القمة وجاءت تطمينات الرئيس الروسي بوتين بدعم وتصدير الحبوب لإفريقيا وعدد من دول القارة سواء على أساس تجاري أو أساس مجاني، بما يعكس أن روسيا تمثل إضافة كبيرة للدول الإفريقية في مفهوم الأمن الغذائي، خاصة مع أيضا تأثر هذا الأمن بتحديات التغيرات المناخية وتزايد التصحر والجفاف وشح الأمطار، وكل هذا فرض نفسه على القمة الحالية، لأن روسيا هي من الدول المهمة في إنتاج الغذاء في إنتاج الحبوب ومصدر أساسي للدول الأفريقية. وأعتقد أيضا أن هذه القمة هي استكمال لمخرجات القمة السابقة في وضع أساس وإطار لتعزيز التعاون في مجال مشروعات مختلفة، في مجال الطاقة، في مجال التعدين، في مجال النقل والسكك الحديدية، في مجال الطاقة النووية السلمية وغيرها من المشروعات التي تتمتع فيها روسيا بميزة نسبية. وهنا نشير إلى أن إضافة روسيا لإفريقيا تمثل أيضا إلى جانب إضافات الأخرى متعلقة بعلاقة إفريقيا مع الصين، مع اليابان، مع الهند، مع أوروبا، مع أمريكا. في نهاية المطاف هناك تنافس دولي على إفريقيا، مصر استطاعت أن تحشد هذا الدعم الدولي لصالح تحقيق التنمية في إفريقيا، لصالح تغيير المفاهيم القديمة أن إفريقيا فقط مجرد سوق لتصريف المنتجات ومصدر المواد الخام الطبيعية. الآن هناك تنمية في إفريقيا، ربط قضايا إفريقيا بشكل متكامل، يعني مواجهة التحديات، الإرهاب، الهجرة غير المشروعة، الفقر، كلها تتطلب تكثيف بيئة هذه المسببات وتحقيق التنمية. وهذه التنمية لن تتحقق إلا بوقف الصراعات، وقف الحروب، حشد دعم الدول المتقدمة ومنها بالطبع روسيا، خاصة في مجال التكنولوجيا، في مجالات البعثات الحرارية، في التوسع في الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر. وأعتقد أن روسيا لديها العديد من المزايا التي يمكن أن تقدمه للقارة الإفريقية، كما أن أفريقيا في المقابل أيضا تمثل أهمية استراتيجية لروسيا، هي سوق كبيرة واعدة وذكر للاستثمارات الروسية، وكان النموذج المصري الروسي في المشروعات المشتركة التي أشاد بها الرئيس بوتين أكثر من مرة في كلماته اليوم، نموذج محطة الضبع النووية، محطة المنطقة الصناعية بمحور التنمية في قناة السويس، بتعكس حقيقة هذا الانفتاح الروسي وهذا الاهتمام الكبير بمصر كبوابة لإفريقيا، كمصر كدولة لا تمثل حجر الأساس في تحركات الشرق الأوسط وإفريقيا. وأعتقد أن كل الدول الكبرى التي تتنافس الآن على إفريقيا تسعى لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية مع هذه القارة التي تحمل المستقبل الواعد حقيقة في التنمية عبر البوابة المصرية، في النموذج المصري في مواجهة التحديات، تحقيق التنمية، في إعزال هذا النموذج الاقتصادي في إطار البحث عن التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة كورونا. ولذلك القمة اليوم تمثل إضافة مهمة على مسارين: مسار تعزيز العلاقات المصرية الروسية، هي علاقات شراكة استراتيجية وعلاقات قوية، وعلى مسار تعزيز العلاقات الأفريقية مع روسيا ضمن تعزيز إفريقيا لعلاقاتها مرة أخرى بشكل قوي مع كل دول العالم
في إطار تعظيم المصالح الوطنية الإفريقية. نعم، كيف تقرأ دكتور أحمد يعني تبني مبادرة للوساطة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تلقي بظلالها الكبيرة جدا على إفريقيا؟ بالطبع أستاذة دينا، يعني منذ اندلاع الأزمة في فبراير من العام الماضي قدمت العديد من المبادرات من دول مختلفة ومن يعني، ولكنها لم تلقى بالنجاح أو يعني ولم تحقق أهدافها. لكن ربما المبادرة الإفريقية الأخيرة، وفي المناسبة مصر كانت جزءا من المبادرة الإفريقية، ووفد الإفريقي زار روسيا وزار أوكرانيا، أعتقد أيضا هذا يعني وضع إفريقيا في منطقة محايدة ما بين الشرق والغرب بين الاستقطاب، يمكنها من أن تلعب دور ساعد في تحقيق هذه التسوية. لكن يظل الكرة في ملعب حقيقة الجانب الغربي الذي من الواضح أنه حتى الآن يراهن على الحل العسكري، دول أوكرانيا بالأسلحة. نعرف أن أفريقيا أكثر الدول أو المناطق المتضررة من استمرار الحرب، وبالتالي لديها مصلحة جوهرية في إنهاء هذه الحرب وتحقيق التسوية السلمية. وأعتقد أن روسيا يعني أبدت انفتاحا كبيرا على المبادرة الإفريقية، لكن تظل شروط ونجاح هذه المبادرة مرتبط بطرفي الأزمة، مرتبط بالسياق الدولي وحالة الاستقطاب الحالية في النظام الدولي. لكن على الأقل سياسة الحاجة الإيجابية التي تجدها مصر فيما يتعلق بأهمية التسوية السلمية، أن استمرار الحرب له تكلفة عالية ليس فقط على طرفي الأزمة، ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المختلفة. وأعتقد العالم الآن ليس في حاجة إلى أزمات جديدة أو استمرار هذه الأزمات، وإنما التحديات الكونية، التغيرات المناخية، الأزمات المختلفة بتفرض ضرورة الاحتكام إلى لغة العقل والحكمة وتغليب السلام والتعاون في إطار معادلة الكل رابح من هذه المعادلة. نعم، أشكرك، شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية.